تواصلنا ما استمر ايوه الحفل الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره متابعتنا مستمره ايوه الحفل الكريم في هذا الصباح وبهذه التحديات بعدما شاهدنا الحذره يابر بن صالح بن يابر العامري قدمت العرض ما فيها الكفايه وبدت الشوط راس وانهت الشوط راس فتهانينا وناموس اليابر بن صالح بن يابر العامري 9:30 توقيت الزمني مع شوطنا الخامس للمحليات الأصايل. أما التوقيت الزمني لا زال صامد مع الشاهينية محمد بن سعيد بن الهويمل العامري هي صاحبة التوقيت الأفضل. مشاهدنا الكرام 9:26 في هذا الصباح. هكذا الانطلاق وهكذا التحديات وهذه هي الإثارة. ينطلق شوطنا مشاهدينا الأعزاء أيضا السادس الأشواط في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. ينطلق وتنطلق التحديات والإثارة أو سادس الأشواط مع الإبكار الثنايا المهجنات الأصايل. مقدمة الشوط والمركز الأول بلقى شهب حمد بن الدودة بن سالم الأسود العامري يقدم شهب مع المركز الأول بينما المركز الثاني التقدم من خلال تواجد اليمامة حمد بن عبد الله بن خزام العامري يقدم اليمامة مع المركز الثاني المركز الثالث حضور في هذه اللحظات الظبي محمد بن راشد بن تريس الظاهري قدم الظبي على مستوى المركز ايضا الرابع والثالث المركز الرابع شوف التقدم في هذه اللحظات مع الحقه سعيد بن شطيط او اللي هي العنود حمد بن مهير بن سالم الشامسي يقدم العنود مع المركز الرابع المركز الخامس
وصل الندى وتقدمت مشاهدنا الاعزاء في هذه اللحظات نوادر ومحمد بن ناصر بن طويل بن منصوري خذت المركز اللي هو الخامس في هذه اللحظات المركز السادس المركز السادس تتقدم ايها الحفل الكريم الوسمية محمد بن مبارك بن يمعة بن كلهم الخيلي خذت المركز السادس والمركز السابع اصبحت مشاهد الاعزاء الشايبة سهيل بن سالم بن سليم بالاسود العامري مع المركز السابع المركز الثامن تتقدم ايها الحفل الكريم في هذه اللحظات اللي هي مياسة مصبح بن سعيد بن صبيح او مصبح بن سعيد بن صبيح الراشدي خذت المركز الثامن المركز التاسع تتقدم ايها الحفل الكريم اللي هي ايضا بينونه يقدمها ايضا سيف بن علي بن حمدان الشامسي يا مرحبا بن حمدان واشعاره اللي بعده تابع لي المركز التاسع في هذه لحظاته تتقدم ايها الحفل الكريم وتنتقل في هذه الاثاره الا وهي الهائله محمد بن احمد بن لهويمل العامري غيرت على الثامن المركز العاشر المركز العاشر في هذه اللحظات اللي هي ايضا حجر وسالم بن مسلم بن غزول العامري هذه هي نتائجنا للعشرة الأوائل وبعد العشرة تابع لي هذه الأسماء وهذه التحديات في هذه اللحظات التي انطلقت بهذا الانطلاق وبهذا على أيضا التحدي المثير والخطير في هذه أيضا الإثارة ما شاء الله تبارك الرحمن شوف التحدي وشوف الابداع مشاهد الكرام ما بين هذه الاسماء ما بين هذه الشعارات يا سلام ما يقارب حدود 30 او 29 ذلول انطلقت بهذا الانطلاق باحث عن الناموس وباحث عن الانتصار 2 كيلومتر 2 كيلومتر يفصلنا عن الوصول وعن العبور نحو خط النهايه ما شاء الله وتبارك الرحمن شوف التحدي وشوف الابداع في هذه اللحظات ولكن بعود مع مقدمة الشوط وشوف المتابعة في طريقي إلى رأس حربة هذا الشوط ما شاء الله مع الثنتين مع المركز الأول ابتعدنا ابتعاد كلي عن بقية المشاركين في هذا الانطلاق والكيلو والنص المتر الأخير الذي يفصلنا عن الوصول نحو خط النهاية وهذه هي لا زالت على مقدمة الشوط مع المركز الأول تتقدم اللي هي شهب حمد بن الدودة بن سالم بالأسود العامري مع المركز الأول واليمامة غيرت مع المركز الأول حمد بن عبد الله بن خزام العامري هو من يقدم اليمامة على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات ما شاء الله هذه هي اليمامة على مقدمة الشوط مع المركز الأول بدأت بالانفراد في هذه اللحظات وأيضا بالإقلاع والاندفاع مع المركز الأول هذه هي اليمامة على مقدمة الشوط الكيلو المتر الأخير في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر على مقدمة الشوط مع المركز الأول اليمامة ويا مرحبا بأشعار اليمامة ما شاء الله مع المركز الأول يتقدم القبوع في هذه اللحظات حمد بن عبد الله بن خزام العامري المركز الثاني بلقى شهب ويقدمها حمد بن الدودة بن سالم بالأسود العامري مع شهب مع المركز الثاني في هذه اللحظات يا سلامي على هذا التحدي يا سلامي على هذا الإبداع المستمر واليمامة غادرت اليمامة وعلى أيضا رأس حربة هذا الشوط وإلى الأمام يا اليمامة ما شاء الله يقدمها حمد بن عبد الله بن خزام العامري تحية للمجموعة النارية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع اليمامة تتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذا الرقص الجميل مع المركز الأول مشكور يا أبو شابة على هذه المشاركة مع اليمامة على مقدمة الشوط 200 المتر الأخيرة وانفراد واضح وباين في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة وخطر على التوقيت خطر ما شاء الله مع اليمامة مع مقدمة الشوط تهانينا وناموس للمجموعة النارية بقيادة حمد بن عبد الله بن خزام العامري واليمامة هي من تحقق الفوز والناموس والانتصار لحظات الوصول العبور نحو خط النهاية تهانينا والناموس ويتحطم التوقيت الزمني ما شاء الله المركز الثاني شهب يقدمها أيضا حمد بن الدودة بن سالم الأسود العامري المركز الثالث أيضا هناك اللي هي أيضا الشايبة ويقدم الشايبة مشاهد الكرام السهيل بن سالم بالاسود العامري اما اللي خذت المركز الرابع يبدو انه عند بالعبده والمركز الخامس حتى المركز العاشر بتركه الى اعضاء خط النهايه لمتابعه واعطاه ذو حق حقه
يتحطم التوقيت الزمني في هذه اللحظات تحت اقدام الامام احمد بن عبد الله بن خزام العامري 9:18. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار.